جاء دور مسك الختام، شاعرا مبدعا متألق. من مواصفات هذا الشاعر عندما تضعه في البوست يسارا تجده يمينا، عندما تضعه في الأسفل تجده في الأعلى. لماذا؟ لأنه متحرك ولا يمكن أن يقف في مكان واحد أبدا، وعندما يريد الصعود في مصعد ما فإن المصعد يقول أعتذر، لا يوجد لدي ارتفاع يتناسب مع حجم ارتفاع وإبداع هذا الشاعر من بغداد الحبيبة، شاعرها المبدع والمتألق علي المحمداوي. فليتفضل بذكر محمد وآل محمد. أخوان الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بما أن من بغداد أكيد الزعفرانية منطقتي الثانية، فأنا باسمي وباسم أهل الزعفرانية وشعراء الزعفرانية ومشايخ الزعفرانية أرحب بالشعراء الضيوف وقنهم على رأسنا، وشكرا لكم وجيتكم وربي يحفظكم. أتمنى قبل القراءة وراي صور مع شهداء، ولحد الآن ما شفت واحد قرأ صورة الفاتحة. أتمنى قراءة صورة الفاتحة وقوفا ترحما على شهداء العراق عام. الحمد لله، شكرا، بارك الله بكم ربي يحفظكم إن شاء الله. الحقيقة الجالس جوا يشوف شاعر على المنصة يا أخي يرتاح، بس من يصعد يشوف هذا الجمهور الكبير الرعبة موجودة، والله العظيم الرعبة موجودة. ربي يحفظكم ويوفقكم على هاي الوقفة مالتكم. أني راح أكثر قراءاتي يعني راح أختصرها الشهيد حشد الشعبي، بس بما أن المهرجان حسيني لازم نقرأ على أبو فضل العباس. بس أنا أطلب طلب صغير حتى تقولوا لي لو أقرأ لو أوخر القصيدة. شهدائنا مو رخيصين علينا ولا احنا ما مشتاقين لهم، فمن دخلوا ولدنا للغربيه او لاي مكان بالعراق كان بيه متواجد داعش، اكو بعض المشايخ القله القليله مو كلهم، بعض المشايخ فرحوا بولدنا من كانوا ينكتلون يمهم. فاني راح اخص قصايدي على ذولي، تقبلون لو ما تقبلون. وانا بنت البدو ينتهوا يا الجمعه، انا اختي اللي بجفه يصلع عزرائيل مو بس روسهم حتى الهوى يقطعه، اللي يطبر راسه تلقى بخلفته كم عيب لان سابع ظهر من يطبر يوجعه، الخيمه اللي بيها ظل توضت بعباس انا بجربته ماي النهر بدعه. أنا مرايت الله من الخيم للماي، وأنا بنت البدا وينتهوا يا الجمعة، أنا أختي بشفة يصلع إسرائيل مو بس روسهم حتى الهوى يقطعه، اللي يطبر راسه تلقى بخلفته كم عيب لأن سابع ظهر من يطبر يوجعه، الشمس ردت لبوي وأنا للعباس أرجع والكفل شف الله ما يقطعه. واهس واهس للشرف فصله واسمك ماش، الخيم مستورة ما دام اسمي ما تنزعة، أنا أختي اللذع على الرمح راس شراع، النهر ما يستحو لاحقنا على الدمعة. انتقالة ها وصلوا لكم واختلفت النية، تريد الجيش يدخل وأنا معلية، هيك وصارت تحبون طار الجيش راحوا وين كان الفوس 700، ما يحتاج اود رجال من صوب وين، ما يحتاج ها وصلوا لكم واختلفت النية، تريد الجيش يدخل وانا معلية، هيك وصارت تحبون طار الجيش راحوا وين كان الفوس 700، ما يحتاج اود رجال من صابين، ادز بس 10 من الزعفرانيه الموصل، ها وصلكم واختلفت النيه، تريد الجيش يدخل وانا معلي، هيك وصارت تحبون طار الجيش
راحوا وين؟ كان 1700 ما يحتاج اود رجال من صوب وين؟ تكفى اهل الاعمار الكلها صدريه. الموصل الموصل والحشد قصه الطف مرتين كافي يطيح بيها الكفل يوميه. شد طاقه سيد مقتدى البتار من صار الصدق. الموصل والحشد قصه الطف مرتين كافي يطيح بيها الكفل يوميه. شد طاقه سيد مقتدى البتار من صار الصدق. ما قال شعلي سحب والجيس سرقيها 12 معصوم بالطق. كان ابوي هو العزوبيه وعزرائيل مو على الموت على رزاق وتعب بالموصل من الروحه والجيه وقال نريدها وقال نريدها وقالوا لنا اشتردون. وزينب قالت اشبكتوا من البنيه يا زينب يا زينب دورينا الموصل الحدباء اسف ما لقينا هناك تركيه. بس قال ابو هاشم لازم تجيبون لذلك راح ادور بالسعوديه لبس الطاقي. بس قال ابو هاشم لازم تجيبون لذلك راح ادور بالسعوديه. من الطف لهسه النهر بيه اشكال من الطف لهسه النهر بيه اشكال. شفين وخيم 1700 البفراش النبو والبالعش الطير وشبشت عنكبوت القائد وفيه. هذن كلهن علي ما بيهنا لسعود فلتسقط مذاهب السعودية.